السلام عليكم. بالنسبه لعوده التدريب، كان عندنا مبرمجه الحصه ديال البارح على اساس اننا تكون عندنا واحد لا كومونيكاسيون بيننا بين لو ستاف، وزعما التقييم ديالنا ديال 15 ماتش اللي دازت. الحمد لله كان عندنا تقييم مزيان، عندنا مجموعه مخلطه بين العناصر الشابه والعناصر المجربه. كنبغيو نخدموا على اساس اننا تكون عندنا مجموعه اللي نكونوا غاديين بها مزيان، والحمد لله ختمنا بعدا الالي بعدا بواحد الفوز اللي هو كان معنوي بالنسبه للاعبين وبالنسبه للستاف تكنيك وبالنسبه للجماهير ديال اولمبيك خريف، قال لي ديما كيستناو الفريق ديالهم انه يفوز. وكانت عندنا حصه اليوم حصه ديال اننا باش نريحوا مع المكتب ديال فريق اولمبيك خريف اللي هو كيترأس السي عبد الكريم الفاسيني، على اساس باش حتى حنا نعرفوا كلاعبين لي زوبجيكتيف ديالنا اللي غنلعبوا عليهم، والمسائل الماديه اللي غادي تكون في بحال دابا في لي ماتش اللي غادي نلعبوا، دي بريم دي بزاف ديال الحوايج، باش هذا يكون حافز على باش نعطيو داك الصوره اللي باغي الجمهور ديال فريق اولمبيك خريفكا، باش حتى حنا اللي مالا نلعبوا على ادوار طلائعيه. وبهذه المناسبه هذه بعدا كنبغي نوجه واحد الرساله للجهات المسؤوله والناس اللي كتعاون الفرقه على اساس انهم الا كان يسرعوا في الوتيره ديال المنح اللي كتعطى لا من الجهه لا من المكتب الشريف الفوسفات. بعدا اللي كنبغيو نشكرهم هذا المنبر اللي دائما كيساند الفريق من عبر التاريخ ديالو، وكنبغيو تا هو كنبغيو نقولوا له انه يسرع الوتيره ديال باش داك لا بريم باش حتى اللعابه يدخلوا ان شاء الله في الدوزيام تور ان شاء الله مورالمون مزيانين، ولماذا حتى حنا نكونوا بين لي بارمي لي زيكيب الاولى، ونفرحوا الجماهير اللي كيستناو منا ان شاء الله غير خير. ومن هذه المناسبه كنبغي نشكر الجماهير على التشجيعات ديالهم وعلى التحفيزات ديالهم للفريق والمشي الفريق ككل، اللعابه اللي كيلعب عندنا هذه حاجه اللي هي مزيانه بالفريق. الفريق اللي يلعب كيدخل يقدر الغرض، هادشي هذه المجموعه اللي كنا كنكونوا من العام اللي داز الحمد لله حنا غاديين فيها، وان شاء الله فريق اولمبيك خريف يقول الكلمه ديالو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. هذه حصه اول حصه تسيرنا بعد اسبوع راحه. البارحة كان عندنا لقاء مع الطاقم الفني، خاصة من ناحية تقييم يعني المردود الفريق في المرحلة الأولى يعني مرحلة الذهاب. اليوم كانت أول حصة تدريبية جرت في يعني بكل عادية، جرت عادية. كان عندنا لقاء أيضا مع الرئيس اليوم مع رئيس الفريق، حاولوا اللاعبين باش يستفسروا حول الوضعيه يعني الماديه تاع الفريق، من خاصه انو اللاعبين ما تلقاوش منح تاعهم وبعض الاجور. لكن اليوم كانت لقاء اجتماع نقول مصغر مع رئيس الفريق، يعني عطانا طرح لنا يعني المشكل وين فين كان المشكل المادي. اكيد انو اللاعبين تفاهموا الوضعيه، خاصه انهم يعني دايرين ثقه كبيره في الرئيس. ان شاء الله الامور، نتمنى ان الامور يعني تتحل في اسرع وقت ممكن ان شاء الله، باش هكذا اللاعبين يكونوا بذهنيات يعني ذهنيات ومعنويات مرتفعه. خاصه ان اللاعبين معروف ان اللاعبين كيكونوا معنويات مرتفعه يمدوا يعني يعملوا بجديه كبيره، وهذاك الشيء اللي يطلبوا منا الطاقم الفني ايضا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. البارح بشرنا التدريب ديالنا بان بتيت سيونس دو كومونيكاسيون اللي قيمنا فيها مرحله الذهاب، واليوم استنفنا التدريب ديالنا كوم الفو استعدادا لمرحله الاياب. وقبل من لي زونطريمون ديال اليوم درنا اجتماع مع السيد الرئيس اللي وعدنا باش يسوي الامور ديالنا بالنسبه للمنح العالقه في جمه الفريق، وحنا عندنا كامل الثقه في السيد الرئيس وفي المكتب المسير. وكنبغي نوجه ان بتي ميساج للجماهير الخريبكيه باش تزيد المسانده ديالها خصوصا في هذه المرحله اللي جايه مرحله الاياب.